من الوطيل ديال ميركور. الان نتلاقى الاخوان ديالنا اللي هما كانوا معنا مده ديال 4 شهور في اتجاه ميناء سات بفرنسا باش يمشيو تما ويديروا التحاليل ديالهم ان شاء الله ويدخلوا المغرب. وهي في الحقيقه لحظه صعبه جدا جدا، وحنا دابا توادعنا معاهم وها هما في الطريق، وارقام مسجله بالمغرب. نتمنوا لهم طريق السلامه ان شاء الله، وما سخيناش الفرق ديالهم، وعندهم وليدات صغار، عندهم مده ديال 24 ساعه وعاد يديروا التحاليل ديالهم وعاد يطلعوا عاوتاني للباطو 36 ساعه. نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. اخوان اخرين ها هما مازالين جايين، وها هما الارقام المغربيه مسجله بالمغرب، ها هما شي اخوان مازال كيس يقدوا في حقائق ديالهم. ونتمنوا لهم طريق السلامه باش يعيدوا مع الوليدات ديالهم والاحباب ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.